قرارات الحكم سواء على مستوى القرارات المؤثرة زي ضربة جزاء احتسبت، زي هدف ألغي، زي ضربات جزاء طالب بها الجانبان خلال المباراة، زي كمان العديد من البطاقات الصفراء، أو زي ما قال الكابتن ماهر همام تحجيم الأهلي بحسب وصفه. نسأل عنها الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح خبيرنا التحكيمي. كابتن صلاح منور الدنيا، كابتن هاني ازيك أخبارك إيه؟ ومنور، وكل موسم وانت طيب. وانت طيب، وان شاء الله يبقى موسم سعيد علينا جميعا باذن الله. يا رب ان شاء ان الله. شاء الله. كابتن صلاح، تقييم كده عام، ايه رايك في اداء طاقم التحكيم النهارده؟ اكثر من رائع. اكثر من رائع. سواء من طاقم الملعب او من طاقم الفيديو. طيب ما تيجي نحلل ليه وصفته باكثر من رائع. نبدا هقول بالحاجات لك. الجدليه قوي الاول. تمام، هقول يلا. لك حاجة بسيطة جدا قبل ما اروح ليه قلت اكثر من رائع. بص يعني كأس العالم للسيدات اللي كان بيتلعب مؤخرا دي أول بطولة تتلعب بعد ما قانون كرة القدم تم تعديله، ودي أول بطولة يتم فيها تطبيق المفاهيم الجديدة والتعديلات الجديدة والمفاهيم الحديثة لقانون كرة القدم. ايوه، هتشوف كمية الالتحامات وكمية السماح باستمرار اللعب، القرارات اللي كان فيها سماح باستمرار اللعب، أنا بكلمك في بطولة سيدات، هتلاقي في يعني الالتحامات مسموح بيها بشكل كبير جدا. ايوه، هروح لك بقى للمباراه، هدخل لك بقى في بدايه في الهدف اللي الغي، هدف النادي الاهلي اللي انت قلت عليه هدف مثير للجدل. هو مثير للجدل لانه في ناس قالت جول وفي ناس قالت مش جول، ده مش رايي اكتر ما انا بقول انه عمل جدل. فانا عايز اعرف، وعلى فكره احنا يعني، وده انا عارف ان انت هتقوله اكيد، يعني ممكن نرجع للماده او للقانون نفسه عشان ده اعتقد هيجاوب لنا على اللقطه دي بكل هدوء، صح؟ بالظبط، هو يلا دايما بينا. احنا بنتكلم احنا كحكام ما بن... مش بنقول راينا عشان الناس تبقى عارفه، احنا بنقول القانون بيقول ايه. هتلاقي اهو القانون واضح نصه قدامنا، يعتبر حارس المرمى مسيطر على الكوره، يعني هنا خلاص هو حارس مرمى اتحاد العاصمه كان مسيطر على الكوره، وان الكوره لو بين ايده تمام وعلى سطح على الارض، يعني لو الكوره على الارض والحارس المرمى ايده على الكوره، يعني هنا يعتبر هو مسيطر على الكوره. تمام، هتلاقي اخر نص في القانون بيقول لك لا يجوز منافسه الحارس وهو مسيطر على الكوره. انا بتكلم بشرح للناس تمام بشكل بسيط. فهنا خلاص مجرد ما لاعب النادي الاهلي او مهاجم النادي الاهلي حط قدمه في الكوره واحرز منها هدف، فدي مخالفه لانه لا تجوز المنافسه. وعلى فكره الحكم الغى الهدف، وحكم الفار او حكمه اكد الفار قراره. ماريا اكدت القرار، وده واضح اللي عنده فهم جيد وكان عنده تركيز شديد جدا في المباراه. تمام، فده طبعا نص القانون هو الفيصل. متفق معاك 100% لانه دي حتى مش حاجه فيها وعليها، القانون موضحها ولما تيجي تحطها على الصوره هنلاقي ان هي بتعبر عن ان القرار كان صحيحا. بالظبط، وكان النص واضح. هروح لك بقى بعد كده، كان في مطالبه بركله جزاء لكهرباء، وده اللي اكدت عليه في بدايه كلامي، قلت لك كاس العالم للسيدات هتلاقي فيه مفاهيم جديده وقرارات جديده. هل قانون كره القدم، طالما احنا بقى بنتكلم القانون، هل قانون كره القدم بيمنع ان اثنين مدافعين يتنافسوا على الكوره مع مهاجم؟ مفيش نص بيقول ده. لا طبعا. مفيش. من حق الاثنين مدافعين ان هم يحاولوا ياخدوا الكوره. لما هتلاقي في اللعبه دي كهرباء بالفعل سيطر على الكوره وخد الكوره وحاول يحجز عليها بظهره، تمام، شوف اللقطة دي تحديدا، هنا كهربا حاول يعني يختلق المخالفة، هتلاقي قدم، هتلاقي أولا مفيش دفع، مفيش ركل من الاثنين المدافعين لاعبين اتحاد العاصمة، هتلاقي مفيش، هتلاقي الإيد واضحة أهي الاثنين المدافعين. اللقطة اللي بعديها دي، اللي بعديها لا بلاش اللقطة دي، لا دي لا مش اللقطة دي، اللقطة دي لسه في لعبة تانية اللي لعبة معروضة تانية. دلوقتي، مظبوط، في لعبة تانية. خليني بس في لعبة كهربا الأولانية. بص هتلاقي هنا كهربا هو اللي صنع المخالفه، هتلاقي قدم لاعب اتحاد العاصمه الجزائري على الارض، مفيش اي مخالفه لا دفع، هتلاقي الايد بعيد عن الجسم والقدم على الارض، فهنا مفيش وجود لركله جزاء، وقرار الحكم سليم، وقرار الفيديو على فكره اكد القرار كان قرار سليم. كان في مطالبه ثانيه من اتحاد العاصمه في الدقيقه 14، اللاعب فتوحي طالب بضرب الجزاء على محمد عبد المنعم. بالظبط كده، لما هنشوف بقى الحاله وهقارن لك الفرق ليه دي اتحسبت ركله جزاء وليه لعبه اتحاد العاصمه اتحسبت ركله جزاء. سوريا دي ما اتحسبتش. طب احنا بنجيب اللي اتحسبت، خلينا في اللي اتحسبت الاول وهنرجع للي فاتت بعدها. خلينا في اللي اتحسبت. هنا حكم الفار استدعى حكم الملعب في اللقطه دي. هنا لاعب اتحاد العاصمه او مهاجم اتحاد العاصمه نجح في لعب الكوره ووصل للكوره، ولكن هتلاقي هنا ما فيش تنافس، هو هنا
مدافع النادي الاهلي اعاق حركه مهاجم اتحاد العاصمه، وكان يعني عرقله ان هو يكمل مسيرته لاتجاه الكوره. فهنا خلاص المخالفه موجوده واللعبه سهله. يمكن طبعا هنا تؤخذ على الحكم انه ما خدش القرار في الملعب، لان اللعبه سهله، وهو حتى البوينت اوف كونتاكت او لحظه التلامس اللي اظهرها حكمه الفيديو ماريا هتلاقيها واضحه جدا، الصوره واضحه والعرقله واضحه. هو ده يتحسب اسمه ايه، تهور من مروان؟ ده اهمال. اهمال، اوكي. ده اهمال، هنا دي مخالفه باهمال، لان هو اعاق حركته، لكن التهور بيبقى فيه درجه الخطوره اعلى شويه. اوكي، مفهوم. وبالتالي ترى ان ضربه الجزاء صحيحه، وكان من الافضل ان الحكم هو اللي يحسبها قبل ما الفار هو اللي يستدعي. بالظبط، وهتلاقي هنا في اللقطه دي تحديدا كمان هتلاقي اتجاه المدافع عكس اتجاه المهاجم. وهنا العرقله واضحه. لما مصدر. هنروح بقى للعبه الثانيه اللي كان فيها اتحاد العاصمه بيطالب بركله جزاء. هتلاقي حتى احنا عاملين يعني مكبر حركه التنافس ما بين اللعيبه، الصوره اللي كانت معانا على الشاشه. هتلاقي هنا الاثنين اللعيبه المدافع والمهاجم هتلاقيهم الاثنين اتجاههم واحد، بيحاولوا يتنافسوا على الكوره. الاثنين اتجاههم كل واحد فيهم، يعني هكلمك باسلوب بسيط، كان الاثنين بيخبطوا في بعض. فهنا فين المخالفه؟ هنا هتلاقي نفس القدم، هنا كل الاثنين بيحاولوا يوصلوا للكوره، ولكن لاعب اتحاد العاصمه حاول يستغل التلامس وحاول يصنع المخالفه، وحكم الفار اكد ان مفيش مخالفه. وهنا كان القرار سليم وقرار حكم الملعب سليم، وده اللي باكد لك عليه في بدايه كلامي، الالتحامات والتنافس في نسبه قوه مسموح بيها، ودي كره القدم الحديثه. وده هيخلينا احنا في بدايه موسم هنروح لمشاكل كبيره جدا، مش كل همسه ولمسه هتتحسب، لان دي لو احنا بنتكلم عن تطوير التحكيم فهو ده التحكيم الحديث اللي احنا شفناه النهارده. وعلى فكره اتشو ده الحكم النهارده موجود في كاس العالم في بيرو في تحت 17 سنه، وموجود ممثل للاتحاد الافريقي في كاس العالم. تمام. ومن ضمن قائمه المحترفين على فكره الحكم ده. تمام، مفهوم تماما. طيب لانه كان في بطاقات صفراء كتيره، وكان في 10 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، هل شفت انه تعامل مع البطاقات بشكل جيد؟ بمنتهى الحزم. اتعامل مع البطاقات بمنتهى الحزم. وبمناسبه العشر دقائق على فكره، خلاص احنا بقينا دلوقتي الدقائق اللي بتتحسب على فكره، عشان برضو ناكد للناس، هي الدقائق اللي تم اضاعتها بشكل فعلي، هو حسب الدقائق بشكل فعلي. وحكم الفار بيساعده في احتساب الوقت الضايع، وده الجديد، ده المفترض اللي هو هنشوفه بقى ويتطبق في الدوري بتاعنا. تمام. يعني لما نشوف 10 دقائق و7 دقائق و12 دقيقه، لو الوقت ده فعلا ضاع طبيعي جدا انه يتطبق، لكن لو ما اتطبقش هنا هتبقى مشكله كبيره. مفهوم. بشكرك جدا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح، خبيرنا التحكيم.